ليست نهاية حلقة ولكنها نهاية موسم كنا معكم فيه، لا ننقل الحدث السعودي فقط لكننا نقرأه ونحلله ونتحاور بشأنه ونغطي كل التفاصيل المتعلقة فيه والآراء والأفكار ووجهات النظر، محافظين على هذه الطاولة على مسافة واحدة من الجميع ومنحازين بالدرجة الأولى إلى الوطن، عملا بميثاق يا هلا الذي ذكرناه لكم منذ أول حلقة في أن نكون صوتا صادقا للوطن وصوتا أمينا للمواطن. إذا نجحنا فيما قدمنا فهذا بفضل الله ثم بمتابعتكم ودعمكم وشراكتكم، لأنكم جزء أساسي ورئيس من ومهم من صناعة هذا البرنامج. وإذا أخطأنا فاحملونا على جناح العذر والمحبة والاجتهاد. اسمحوا لي أن أوجه الشكر الحقيقي إلى فريق عمل يا هلا جميعا في الكواليس، هؤلاء أبطال الكواليس وديوان الأفكار وصناع النجاح الحقيقي، لا يظهرون على الشاشة لكنهم يستحقون اليوم أن نوجه لهم كل الشكر والتحية والتقدير، لأنهم العماد الأساسي والرئيس والمهم لنجاح هذا البرنامج ولنجاح حلقاته. الذين آمنوا بفكرة الوداع أخطأوا، إن وعدا فقط بمعاودة اللقاء يكفي لأن تغادر منتصرا. نراكم الموسم القادم في أمان الله.